بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق 100 غمر، أعرفكم على أسعار اللحم بتاريخ 30/11/2022. ما تبخلوش علينا، بقول لكم الاشتراك في قناة أصل الريف المصري 1 و2 و3 على اليوتيوب، وتابعونا على الفيسبوك والتيك توك وبرنامج كواري. الصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. 25,000 يا جماعة، اللهم صل على النبي. لحمة بالصلاة على النبي، نتا لحمة بتكلموا فيها ب25,000، اللهم صل على النبي. قلت له عايزين ترجع واحد شو ما بتفهم. هذا واحد احنا نيجي جنبك حاجة اشرف، انا بقول له والله سكني من عجل، سكني من عجل سكني، ويا ريت طلع كمان نتا لحمة. تعالي لازم احرق، انا خش عليك انت، مين اللي خش على مين؟ هو صور وروى، اللهم صل على النبي. بكام يا معلم؟ صور صحابه صحابه يا معلم. الثلاثه دول ب 21,000، 23,500، 25، 25، 28، 28. بعد ما معايا رقم تليفونك كام؟ 010 98 64 50 17. بالصلاة على النبي، الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم. اضبط العمل كده. ادي يا جماعه هلا السعر اللي ماشي كام هنا؟ ادي الارضيه 62. روح بقى قاعد. ادي يا جماعه، اللهم صل على النبي. سعر الايام ماشي كام؟ سعر الايام 65 جنيه. 65 جنيه؟ صل على النبي. اوعك اهمك يا جماعه، ارضياتها هيك. اللهم صل على النبي، ربنا يحمي المال اصحابه. كل حاجه عندها حلوه برضه. اربع حتت بالصلاه على النبي. هم والله احنا حاطين ضفر معانا برضو حتتين. هم اللهم صل على النبي. بكام يا معلم الاثنين دول بالصلاه على النبي كده؟ 50 يا معلم. ب50 معلم، ده هو المعلم. كل الناس معلمة يا عم، ربنا يبارك فيك. اللهم صل على النبي. بنحاول نقول لكم كل حاجة على الطبيعة من أرضية السوق. وادي الأرضية. الصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. ربنا يحمي المال أصحابه. معانا انتهى لحمه برضه، وادي انتهى برضه. بكام يا حاج انتهى دي؟ 25. اللهم صل على النبي. صار شويه سن لبنه؟ اه انتوا اتشهرتوا جامد. بقول لكم انتوا اتشهرتوا. اتشهرنا طلعنا اثنين. دي 24,000. طب النتا دي يا معلم بكام؟ 25. بكام؟ سنها ايه؟ كسرة؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي، حاول لك كل حاجة على الطبيعة من أرضية السوق. بالصلاة على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء القادم.